نعم، نحن نتواجد هنا بين قمم سلسلة جبال الأطلس في بلدة آداسيل، هكذا تسمى، في إقليم شيشاوا. الأطفال الصغار كما الكبار أصبحوا يعيشون حياة جديدة. هي صحيح حياة مؤقتة، ولكن هي حياة ناجين في مخيمات الناجين. أصبحت الخيام الآن متوافرة في الغالبية العظمى من المناطق المنكوبة، سواء هنا في إقليم شيشاوا أو في إقليم الحوز أو في باقي الأقاليم المنكوبة بفاجعة الزلزال. الأطفال أيضا هنالك مبادرات وجهت لهم طيلة يوم أمس السبت من خلال مجموعة من الجمعيات غير الحكومية والفعاليات المدنية التي حاولت التخفيف عنهم بتقديم لعب الأطفال وبخلق فضاءات للمرح واللهو، كما أقام الجيش المغربي أول روضة أطفال في خيمة كبيرة من أجل التخفيف عنهم والرسم والتلوين وغيرها من الأنشطة، لأن الأطفال هم أكثر تضررا نفسيا من هذه الأزمة. ولكن أيضا هؤلاء الأطفال ينتصرون لخيار الحياة، نراهم على امتداد الطرقات يلعبون اليومية كأن هذه وسيلة للأشخاص والمتضررين في المراكز الإيوائية. ولكن لنتحدث سريعا عن المساعدات، يعني تم نشر حوالي 3000 طبيب أيضا للمساعدة. نعم، هنالك أكثر من 3000 طبيب مدعومين بأكثر من 1200 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى أطر أخرى بالمئات كما تقدر من المساعدين الاجتماعيين من أجل تقديم الخدمات العلاجية والخدمات النفسية وخدمات المرافقة. وكذلك هنالك أطنان من الأدوية يجري الآن رصدها، منها من وصل ومنها على طريق الوصول، من أجل تقديم كل الخدمات الطبية خصوصا للأشخاص المرضى أصحاب الأمراض المزمنة. كما أن هنالك أطنان من الحفاظات التي سوف يستفيد منها ويستفيد منها فعلا الآن كبار وصغار السن معا. إذن هنالك جهود للاستجابة لهذا الشق الطبي الإنساني الذي يلقي بثقله على جهود الإنقاذ والإغاثة هنا. نعم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.